مرحبا أصدقائي الشباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100، رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة براول ستارز. واليوم إن شاء الله راح نشتري البراول باس. مثل ما تشوفون أصدقائي، بالنسبة للمجانا أنا خلصت هذا الموسم، موسم الثاني صيف الوحوش. هذا تشوفون هو بي أعتقد الحد 70، اي خلصت الاخير واحتفظت بنقاط القوة على مود اضيفهن اذا طلع لنا بطل. اعتقد هو سيرج يطلع لنا بالبرول باس. اوكي، فهسه وياكم خلي نشتري البرول باس ونشوف ايش راح يطلع لنا. تفعيل، ما ادري ناخذ هذا لو هذا، بس اعتقد هذا كافي. انا حسب ما قالوا لي انه هذا مكافآت البرول باس كلها يفتحها، بما انه انا فاتح ذنيك المجانا. خلنا ناخذ هذا ونشوف، ما انه ارخص. يلا هلي، تم فتح البرول باس. شوفوا شباب، اعتقد كل شيء فتح. خلنا نشيك، اي اعتقد كل شيء فاتح للاخير. اوكي 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 اوكي، كل الزين للاخير، كل شيء فتح صحيح مثل ما قالوا لي. شن هالسكن الخرافي يا شباب مال بروك. اوكي، صندوق عملاق. يلا يلا، نقود، صندوق كبير. اوكي، نقود. صندوق كبير. هل شباب هيك لما واحد بس يفتح؟ هسه هاي راح ابقيها لين بعدين عمود اضيفها على سيرج نقاط القوة. خلينا نشوف الصندوق الكبير. اوكي اوكي، احتاج على كيفي على مود لا اغلط. صندوق عملاق، بكيت يطلع عندنا بطل غير هذا البطل. ايه بقى واحد، لا هذه. اوكي، نقود، صندوق كبير. ايه يلا، كل شيء ماكو. اوكي، هاي نقاط القوة، صندوق كبير. فلوس. اوكي سيرج، يلا خلنا نفتح سيرج يا شباب، والله متحمس. الله. فتح سيرج كل الزين. اوكي، تعبير جديد. شنو تعبير جديد؟ حصلت على تعبير، ها تعبيرات ذني. صندوق كبير. يلا يلا يلا، يعني معقولة تعبير جديد؟ معقولة يعطوني بالهم سيرج وهم بطل ثاني؟ صرفت شي يعني خرافي شباب، بس ما اعتقد. صندوق كبير، خلينا شوي نستعجل. تعبير جديد. اوكي، هسه هذني بعدين كلهن ان شاء الله نجي عليهن ونعبيهن السيرج. اوكي، تعبير جديد. اوكي، صندوق كبير، هسه لحد الان واصلين 42 شباب. اوكي، صندوق كبير. اوكي، نبتلق صندوق كبير. تعبير جديد. اوكي، نقاط القوة، صندوق عملاق. يا الله، يلا. ما ادري شباب، هم انتو احد بيكم مشتري البراول باس وطالع لبطل ثاني؟ ما اعرف والله، احتمال. صندوق كبير، ماكو. صندوق كبير. ايه صدق طلع لي سبراوت. كلش احبه طبعا انا هذا البطل سبراوت، بطل خرافي الحمد لله. اوكي شباب، بعد ما كنت عرفت ممكن انه يطلع لي بطل جديد بالبرول باس. اوكي،
فلوس. تعبير جديد، كلهن أخذهن، صندوق كبير. تعبير جديد، تعبير. ايش قاعد تعبيرات سيرج؟ يلا ما اعتقد بعد يطلع لنا بطل يعني. انا اتمنى تطلع لي ساندي. ساندي كلش يعني خرافيه. المكافآت المتبقيه واحد. هذني طلعتني المضاعف المكافآت. تعبير جديد، اوكي. صندوق كبير، هيك واحد. الاداه مال تك دينامايت الاحتياطي، يندفع تك بسرعه تاركا وراءه لغما واحدا. كل الزين، كل الزين. تعبير جديد، اوكي. فلوس، تعبير جديد. ما وصلنا، وصلنا 67 وحنخلص. تعبير جديد، اوكي. وسيرج الفارس الملكي الآلي، ايوه. سكين رهيب هذا يا شباب، سكين رهيب في يا سيرج. اوكي شباب، هسه نرجع السيرج. وين سيرج؟ روح انت كولت. وين سيرج؟ وين صار يا هذا سيرج؟ يعني انفتحوا عندي بطلين، سبراوت وسيرج، كل الزين. بس انا هسه راح اضيف هذين نقاط القوه السيرج. بس صار عندي شنو؟ صار عندي هذا السكين الثاني. اوكي اوكي، هسه راح ارجع لهن. عندي 12 فقره، وعندي ذني مال جمع مال قصدي هنايا الاضافات مال ذني الخرائط، وعندي بلل بالمتجر مجانا. هذا هيجي، اوكي. خلنا نرجع على ذني ال 12 واحد نضيفن هسه من البدايه. اعتقد هو طلع لي من البدايه. اضيفه، وينك يا سيرج؟ يلا يا سيرج، وين صار؟ رجعوا بالتسلسل هياته هذا. اوكي موافق، انضافت له. يلا هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي النقود؟ والله ما ادري شنو عندي. فد شي ما فاتحه اني، فد شي ما ماخذه، ما ادري. المهم هاي 100 ايضا تروح الى سر. لا مو هاي، تغير سيرج مكان سيرج. شنو؟ خاف وصل الحد الاقصى بعد، ما اقدر اضيف له يمكن. صحيح، لا اياته هذا موجود. هاي ليش رجعوه هنا يا زين؟ بلغ هذا البطل الحد الاقصى نقاط القوه، كل الزين شباب. معناه نقدر نفوله هسه. يلا خلينا نفوله، خلينا نعوف نذني بعدين. يلا يا سيرج وينك؟ يلا الترقيه هم عندي فلوس كافيه. مستوى القوه 2، مستوى القوه 3، مستوى القوه 4، مستوى القوه 5، مستوى القوه 6، مستوى القوه 7 صار. يلا مستوى القوة 8، مستوى القوة 9 شباب فوناه. بعده هو القوة 1، بس بعده هو قصدي الرانك مالته 1، لكن القوة صارت 9. هسه خلينا نجربه شباب بلعبة. يلا خلينا نجربه بجمع الجواهر. أنا طبعا كل شيء ما أعرف عن سيرج، بس أشوفه يسوي حركات، بس هسه إذا أجربه الخاصية مالته يمكن هم فد شيء. والله شباب أعتقد بطل خرافي. عندنا هنا منو؟ بول. لا تجي بول، لا تجي، لا تجي، لا تجي، لا تجي، لا تجي، لا تجون. أي عافية عافية بجماعتي، دير بالكم من هذا بارلي. يلا يلا بول 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 بول. ليش خيت وحدة يا بول؟ لا 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 لا. كولت 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 كولت، انتبهوا من عنده. عافية 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 يا بام. هذا هو عنده وحدة ويدي يتخلص من عندها، ما يعرف شلون. لا 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 لا، دير بالكم دير بالكم.
هذا اجى هنا ختل. ليش هيك ختلت هنا؟ لا 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 لا، طبعا دخلت منطقة الخطر. لا 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 لا، خلي شوف هاي الخاصية شو تسوي. تسوي عدة قوة خارقة. خلي اجي هنا. لا 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 لا، مو علينا مو علينا مو علينا، عيب عليكم اصلا ما تخلونا نفوز. لا 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 لا، كولت كولت كولت، لا لا لا، شنو هاي شنو هاي عمي؟ هذا سيرج، ايش بيكم انتم؟ انتهت المواجهه. طبعا اعتقد شباب يعني هو هاي بالبدايه انا صح القوه 9، فكانت المنافسه غير عادله، لان انا القوه 9 بس الوياي كلها قوه 1 وقوه 3، وذولي الاعداء هم قوه 5 قوه 3 قوه 3. اوكي اوكي، نجم المواجهه لبريمو، كل الزين. اول فوز السيرج يا شباب. اوكي خلينا نجربه بعد بالمواجهه اوكي صرنا 11000 كأس الكؤوس 11000. خلينا نفتح هذا الصندوق العملاق. يلا 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 يلا، ماكو هيك. طلع يطلع لي بطل ما طلع لي. اوكي خلينا نشوف بالمواجهه الحاسمه الزوجيه. يلا يا سيرج، يلا يا بطل. هنا أنا تعال، هنا تعال بوكو. يلا ما يخالف، انت روح منا واني منا، بس تعال مو هناك صندوق لاخ. شبيك يا بوكو؟ بس عبالك مشي السيرج بطيء. ما ادري بالخاصيات مالته يقولوا لي بانه اكو عده استخدامات للخاصيات، انا لحد الان صراحه شباب ما بدي افتهمها. هذولي فريق هنايه. اوكي ما لك اي فرصه، واسه مواجهه حاسمه. منو؟ انا لحد الان بعدني ما استخدمت الخاصيه. منو؟ بوكو ايضا بوكو. بس عده 8 هذا. اوكي كتنا. بدون استخدام الخاصية يا شباب. خل استخدم التعابير صدق. صار ترتيب 2 رانك 2 شباب، كل زين. اوكي اوكي خل نشوف بعد. شنو عندي؟ عندي 2 هنا صناديق. ها عندي هذني بعد 2 عندي مال نقاط القوة، زين 500 ب100، هاي استخدمها ان شاء الله على بطل ثاني. عرفت بعد الفكرة، اجمع وراسا استخدمها على بطل جديد. اوكي خلينا نشوف شنو بعد عندنا. جائزة، جائزة حلوة تعجبني. يلا 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 يلا، من ويانا؟ ويانا بول، ويانا 8 بت. اي سيرج، بل هسه خلي اركز استخدم الخاصية اشوف هم عندهم تيك وعدهم هاي. اذا اشوف الضربة مال شالي، اي شالي اي كتلتها كل الزين، وهذا عدهم دارل. ايه عافية عافية 8 بت. صارت قتلة مزدوجة. لا 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 تيك، قصدي اي تيك تيك، لا تفكر لا تفكر اي لا تفكر، لانه احنا بطل، احنا قصدي فريق خرافي. يلا 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 تباركم من دارل. بس اعتقد هذا، اعتقد هذا الفريق المقابلنا نوب، او يعني هو لانه بعدنا بالبدايه. ها قلت خل استخدم الخاصيه مالتي، بس وين استخدمها؟ ما تسوى والله، خل استخدمها هنايا هسه. شو تصير؟
ما أدري يصير أقوى يعني؟ ما أعرف. خل أستخدم أنا وقت اللخ بالله هسه. والله لا 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 لا. أوكي 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 أوكي. استخدم الخاصية. أيوة. والله لا 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 لا. إلا شوي بقت بس 76. مو لهالدرجة مو لهالدرجة. هذا يجى عليه دارل. لا 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 لا. راح تستخدم الخاصية. خلنا نستخدم هاي الخاصية لآخر مرة. إي. تيت المواجهة. أخ 47-18 ولا انتبهت. نجم المواجهة 100. والله زين شباب يعني حطونا القوة 8 دار القوة 8 وتك القوة 6 وهاي شو اسمها هذه نسيت اسمها قوة 6. على لساني شباب مهم دي انسى الاسماء كالعادة يعني. اوكي رانك 3 كل الزين بعد شلعب. واو خلي شوف خلي العب المواجهة الحاسمة بس فردي. شوية خلي تشيت. يلا 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 رأسا 10. انترنت لا يا معود بالمواجهة الحاسمة. تعال 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 وين تروح وين تروح. ها راح لهناك. اين تذهب اين المفر من سيرج. هذا اول واحد زين. بالله اذا نسوي هيك يعني ها هو بس تصير دائريه. شباب ما ادري. هذا هم صندوق خلنا ناخذه قبل لا ياخذ الزون. اي هاي هناية هبقى بس 3. هاي هنا على البعيد تجي تاخذ لا 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 لا. اي 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 صارت المواجهة الحاسمة. هلا يلا يلا. اوه والله والله باللحظة الأخيرة. جيد أنت الأول 100. أوكي المتابعة. والله شباب يعني ايه صار رانك 4 كل الزين. ادي الاقراص طبعا كل شيء هواية من البراول باس. اوكي شباب اوكي 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 على مود لا تطول الحلقة. فاليوم كانت الحلقة كلش ممتعة. اشترينا البراول باس ورفعنا القوة مال سيرج. طبعا بعد ان طلع لنا سيرج رفعنا القوه مال سيرج الى 9. هاي اول مره اسويها بلعبه براول ستارز واستمتعنا باللعب وياكم. فلهنا وصلنا لنهايه الحلقه. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وشاركوا المقطع بين اصدقائكم. نشوفكم خير بالحلقه الجايه. كان وياكم احمد من قناه 100. رهيب سيرج.